أخونا يسأل ويقول: هل الإنسان ملزم باتباع مذهب معين؟ وهناك كتاب عنوانه اللامذهبية، أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية، هل اللامذهبية بدعة؟ وكتاب آخر عنوانه السلفية مرحلة متميزة مباركة ولكنها ليست مذهبا إسلامي، ما هو رأيكم فيما سبق؟ جزاكم الله خيرا، والكتابان اللذين ذكرتهما لعالم كبير. المذهبية ليست لازمة، ومن قال إن يلزم الناس أن يتمذهبوا مذهب أحمد أو مالك أو الشافعي فقوله غير صحيح. المذاهب الجديدة حدثت بعد الصحابة وبعد التابعين، فليست لازمة لأحد، إنما هي أقوال العلماء اشتهروا ودملت أقوالهم فاشتهرت المذاهب، فأحمد رحمه الله ومالك رحمه الله الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله علماء من جزء الثوريين من جزء الأوزاعي من جزء إسحاق بن راهوية. وكما أنه لا يلزمنا أن نأخذ أقوال الثوري أو ابن عيينة أو إسحاق أو الأوزاعي أو غيرهم، فهكذا لا يلزمنا أن نأخذ أقوال أحمد أو مالك أو الشافعي أو أبي حنيفة، ولكن ننظر في مسائل الخلاف، فما وافق الحق من أقواله أخذناه وما خالفه تركناه، وما أجمع عليه العلماء وجب الأخذ به ولم يكن هناك عذر في مخالفته، ما أجمعوا عليه وجب الأخذ به والتمسك به، واختلفوا فيه وجب عرضه على كتاب السنة، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فما وافق كتاب السنة أخذناه وما خالفه ما تركناه. وقول من قال مذهبية هذا إن أراد أن لا يجب تمذهب وليس بلازم فهو صحيح، وإن أراد أن لا يجوز أن ينتسب فليس بصحيح، يجوز أن ينتسب الإنسان إما أن يكون شافعيا أو حنبليا أو مالكيا أو حنفيا لأنه أشاع على ذلك وتعلم على مشايخهم ونحوها، لا بأس أن ينتسب، الانتساب لا يضر، إنما المهم ألا يقلد ويتعصب، من بس ظهر الحق أخذ به ولو في غنيمة الحدث، فيجوز التعصب والتقليد الأعمى. فإذا أراد من قال لنا نبيا فراده أن ألا تعصب ولا تقليد أعمى هذا صحيح، أما إن أراد أنه لا يجوز الانتساب إلى هذه المذاهب هذا مخالف لما عليه هذا العلم ولا وجه له، إن المنكر التعصب لزيد أو عمرو ولو قال خطأ، والتقليد الأعمى الذي ليس معه نظر ولا تفكير في الأدلة هذا ممنوع. وأما كون ينتسب إلى المذهب لكنه يخالفه فيما خالف الحق ويأخذ بالحق مع من كان هذا صواب. وأما السلفية فالمعنى فيها شيوخ وسلك السلف في أسماء الله وصفاته والإيمان بها وإظهارها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تنفير والأخذ بالدليل وعدم التقليد الأعمى والتعصب، هذا مراد السلفية. فالسلفية هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق أصحابه والطريقة المحمدية، إذا صار أهلها عندهم علم وعندهم بصيرة، لأن قد يدعي السلفية من هو جاهل، فالاعتبار بمن أتقن علم السنة وعرف علم السنة واتبع ما كان عليه الرسول وأصحابه، هذا هو السلفي الذي يعتني بما عليه السلف الصالح ويسير على نهجهم فيأخذ بالدليل ويؤمن بآيات الله وأسمائه وصفاته ويسير على نهج السلف في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله، ويقول إن القرآن كلام الله وليس غير مخلوق، ويقول إنه يرى يوم القيامة وفي الجنة يراه المؤمنون، كل هذا حق، كل هذا قول السلف الصالح وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالسلفي هو الذي ينتسب إلى سلف الأمة وهو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، فإن كان فاهما وملتزما بما عليه السلف فهو صادق، وإن كان يقوله باللسان ولكنه لا يمثله بالعمل يكون كاربا في قوله، فلا بد من الصدق. نعم، جزاكم الله خيرا.